مع السكان. وكان التلفزيون السوري بث مشاهد عمن قال انهم قناصة في مدينة بانياس الساحلية، وهم يطلقون النار على قوات الامن في المدينة منذ يومين، ما اسفر عن مقتل عدد منهم. بانياس لعدة ايام، الجيش السوري يدخل الى المدينة لحفظ النظام ومحاسبة المسؤولين عن الاحداث التي جرت خلال الايام الماضية في المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له. المرصد أوضح أن هذا التحرك يأتي بعد توصل إلى اتفاق بين القيادة السورية ووفد من أهالي بانياس يقضي بانتشار قوات من الجيش في نقاط محددة من المدينة، والإعلان عن عفو عام على كل ما جرى فيها، والإفراج عن جميع المعتقلين، وعدم دخول عناصر الأمن إلى أحياء المدينة، وعدم مداهمة أي منزل أو اعتقال أي شخص. المرصد أعلن أيضا أن الأجهزة الأمنية السورية أفرجت عن مئات المعتقلين من بانياس وقرية البيضة والقرى المجاورة لها، كانوا اعتقلوا خلال الأيام الماضية. بعض المفرج عنهم بحسب المرصد أكدوا اعتقالهم بغير وجه حق وتعرضهم للتعذيب الشديد. وذكر رئيس المرصد أن وفد القيادة وعد بملاحقة العناصر التابعة للعصابات المسلحة التي عملت على إثارة الفتنة الطائفية ومحاسبة الجهات الأمنية التي غضت الطرف ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الأعمال التي كادت تشعل المدينة طائفيا. على صعيد آخر، قال ناشطون إن قوات سورية شنت حملة على عدد من الجامعات بعد أن شارك طلاب جامعيون للمرة الأولى في مسيرة في حلب، ثاني أكبر المدن في سوريا، ضمن احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم حزب البعث. سليم بوعسلة، العربية. للمزيد معنا من دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور بسام، أهلا بك إلى هذه النشرة. لنبدأ من الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وبين الأفرقاء في بانياس، وماذا عن انتشار الجيش في بانياس؟ وخاصة ذكرنا في الخبر بأن هناك قناصة قتلوا عسكريا اليوم على الرغم من انتشار الجيش. دعيني أولا أتحدث بوضوح وأسمي الأشياء بمسمياتها منذ البداية. تفضل. الوضع في بانياس، نحن لا نتحدث عن علاقة ما بين مدنيين مضطهدين كما تحاولون أن تضعون الصورة، نحن نتحدث عن تنظيم مسلح إرهابي وهابي متطرف. هذا التنظيم المسلح الإرهابي المتطرف المدعوم من قوى في دولة مجاورة، وهو من تيار المستقبل ومن بندر بن سلطان وغيرها من القوى الإقليمية ومن جيفر فيلتمان الذي يقود غرفة العمليات. هل لديكم من إثباتات على ذلك سيد بسام؟ اسمح لي. نعم. هل لديكم من إثباتات على ذلك؟ لدينا كل الإثباتات وكل المعلومات، وأنا عندما أسمي بندر بن سلطان نعم لدينا كل الإثباتات، وستظهر هذه الأمور. أنا أتحدث. متى ستظهرونها سيد بسام؟ دكتور بسام متى ستظهرونها؟ أنا أود أن أعبر لك، لا تقاطعيني إذا سمحتي. أنا تفضل. أعبر لك عن رأي عام شعبي سوري محتقن، لأن ما تعرضونه من دسائس ومن معلومات مغلوطة. أنا أعطيك الوضع في بانياس. أنت تتحدثين عن تنظيم مسلح يمتلك أسلحة متوسطة المدى والثقيلة وقناصة. سيد بسام، دكتور بسام، اسمح لي من محاربته في أي دولة بسام في العالم. يعني بدل من أن نلقي الاتهامات، نحن ننقل ما يصلنا من معلومات ونستضيفكم حتى توضحوا لنا هذه الصورة. ما هي الوثائق؟ ما هي الدلالات على ذلك؟ الوثائق ليس الآن، عندما تظهر الوثائق سوف يقف شعر كثير من الناس في هذه المنطقة. هذا أمر أصبح مؤكد، وبدأت بعض المعلومات فقاعات ما أظهرها التلفزيون. طب لكن دكتور بسام أيضا، لكن دعنا لكن ننتظر الوثائق لتظهر، وأيضا تنقل الاتهامات على الإعلام وغيره. ستظهر وسنظهر على الإعلام لنتحدث عن ذلك، وأنا شخصيا سأظهر لأتحدث عن ذلك. لكن دعيني أفصل بين مسارين. دائما عندما تتحدثون عن الوضع السوري دائما يجب أن نفصل بين مسارين. المسار الأول، هناك مسار إصلاحات انطلق في سوريا، وسوريا دخلت مرحلة جديدة. الشعب السوري يريد الإصلاحات، والحكومة السورية والقيادة السياسية تعمل بعد ذلك وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد. هذا الأمر أصبح واضحا، هناك قوى لا تريد ذلك. هؤلاء يعرقلون مسار بسام. كيف يمكن؟ اسمح لي هذه الإصلاحات التي تتحدث عنها حضرتك
لم تبدأ إلا بعد ما شهدنا مظاهرات في درعا. كانت موجودة على الطاولة، وموضوع درعا موضوع منفصل، أرجو أن نتحدث في موضوع بانياس، أفصل المسارات. في موضوع بانياس هناك تنظيم مسلح إرهابي، أتحدث لك وأنا أتابع الوضع من خلال أقاربي الموجودين على الأرض. هناك تنظيم مسلح، لا يوجد دولة في العالم تقبل بتنظيم مسلح. طب دعنا نتحدث عن انتشار الجيش اليوم في بانياس دكتور بسام. نعم. دعنا نتحدث نعم. تعامل عن انتشار الجيش اليوم في بانياس. سأضعك في الصورة. الجيش السوري هو الذي يقوم بحماية المدنيين، والخبر الذي بثيتموه في نشرة سابقة عن وجود أزمة خبز وأزمة كهرباء، هذا الكلام غير دقيق، لأن الجيش هو الذي يقوم بنقل المؤن للسكان المدنيين، وهناك سكان مدنيين من أبناء بانياس نفسهم استنكروا ما يجري. الآن الجيش السوري يدخل المدينة وأمامه رجال دين ووجهاء مدينة بانياس. أما فيما يتعلق وكل من اعتقل وليس له علاقة بعمل مسلح أطلق سراحه يا أختي. الذين يتم ملاحقتهم هم عناصر مسلحة قاتلة هاجمت الجيش السوري وقتلت أناس بالبلطة وشوهت جثث مواطنين سوريين مدنيين. هذا الكلام غير مقبول لا في سوريا ولا في أي مكان في العالم. أنا أتحدث بعدم يعني أرجو أن لا تؤاخذيني لأنني أعكس رأي عام سوري محتقن. لا يمكن لأي سوري أن يقبل ما يجري الآن لا في بانياس بل بالعكس، فإن الرأي العام السوري يريد من القيادة السورية أن تحسم هذا الموضوع أمنيا. مع ذلك القيادة السورية فتحت مجال الحوار وهي تريد في النهاية. طب ولكن سيد بسام، لا يمكن، حكي اسمح لي سيد بسام، لا يمكن اسمحي. نعم دكتور بسام، حكي أيضا وظهر للإعلام أن الاعتقالات بعد الاعتقالات كان هناك حالات من التعذيب، فكيف تفسرون ذلك يعني؟ أنا لا أفسر، أنا لا ليس لدي تفسير، وكل مراكز حقوق الإنسان بالنسبة لي هي جهات غير معتمدة لي. أنتم اعتمدتم على مركز حقوق الإنسان في لندن، أنا أتحدث لك من الأرض السورية ومن مصادر أيضا مطلعة. لدينا أشقاء وأقارب في درعا وفي كل مكان في سوريا. ولكن هناك ناشطين حقوقيين في سوريا وليس في لندن فقط، في سوريا أيضا هناك حقوقيين تحدثوا عن هذا الأمر. لندعه يتحدث ما يريد، أنت تتحدثي عن ضرب مواطن، أنا أتحدث عن قتلى وشهداء قتلوا على الأرض السورية، وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة للسوريين. عندما يعتدى على الجيش الوطني السوري هذا خط أحمر بالنسبة للسوريين. عندما يريد البعض أن يزرع فتنة بين السوريين هذا خط أحمر لن نسمح له، ولا يوجد سوري يقبل بكل ذلك. نحن نتحدث، أنتم تعرضون هذه الصور، هناك تنظيم مسلح على الأرض، أقول وأعيد، وهابي متطرف وسوف يسحقه السوريين في كل مكان. وأنا أقول من على هذا المنبر، منبر العربية، السوريون لن يتسامحوا مع كل من تورط في عمل إرهابي كائنا من يكون، وسيلاحقونه وفق الأصول القانونية في أي مكان. دكتور اسمح لي سأنتقل إلى الشاهد العيان من مدينة بانياس، وأرجو أن تبقى معنا لتسمعه أيضا لنعرف المزيد أيضا. نعم. ماذا يحصل الآن في بانياس؟ مساء الخير. مساء الخير، كيف يبدو المشهد الآن في بانياس؟ بدأ دخول العديد من قوات الجيش والمترافقة مع بعض الاعتقالات في مدينة بانياس. إلى الآن وردت أنباء عن اعتقال 4 أو 5 أشخاص من المدينة. نعم. بالإضافة إلى الوعود التي صدرت عن الرئيس بشار الأسد بعدم التعرض لأي من أبناء المدينة. بأي تهم تم اعتقالهم؟ هل يقال لهم بأي تهم يتم اعتقالهم؟ لا أبدا أبدا أبدا. الأنباء فقط وردت الأنباء عن اعتقال بعض أبناء بانياس، ولكن لم ترد أي تهم. سيدتي ليس هناك أي تهم توجه إلى هؤلاء، هناك اعتقالات للضغط على أهالي بانياس فقط للتوقف عن التظاهر. البارحة ما حدث في قرية البيضة أن أطفالا دون 14 دون 10 أخذوا وضربوا، ما تهم هؤلاء؟ لا شيء سوى الضغط على الأهالي للتوقف عن التظاهر والمطالبة بحقوقهم. طب ماذا عن القناصة الذين يحكى عنهم؟ هل تشاهدونهم؟ لا نشاهد قناصة، لكن منذ يومين عند بداية الأحداث في بانياس كان هناك قناصة منتشرون في حي القوز في المدينة المجاور لحي رأس النبع، وحيث قتل قرابة 4 أو 5 أشخاص برصاص القناصة مباشرة في بدء إطلاق الرصاص. طب الآن يعني هل يمكن اعتبار المشهد الآن في بانياس يعني يسود الهدوء، الحذر إلى حد ما المدينة
أم الجيش نعم بدأ ينتشر وأصبحت الأمور هادئة تماما؟ هناك هدوء حذر وهناك عدم ثقة من الأهالي بأي تصريح يقال من القيادات، لأن كل ما يقال تكذبه الوقائع على الأرض. هنا يقال بأنه لا توجد اعتقالات وتحدث اعتقالات مباشرة بعد التصريحات. الجيش والأمن هو من دخل قرية البيضة، وهو من اعتقل، وهو من خرب، وهو من أهان الناس. شكرا لك، وأعود الآن إلى ضيفي دكتور بسام. يعني سمعنا دكتور بسام الشاهد العيان يقول أن اليوم أيضا كان هناك من اعتقالات في بنياس. أنا لا أستطيع أن أتعامل مع شخص مجهول لا اسم، وهذه المعلومات ليست دقيقة. سأعودك إلى المعلومات الدقيقة. أولا، عدم وجود ثقة. هذا الشخص لديه هاتف ثوريه وانتم تتصلون به، لانه لو كان جريئا ومن ابناء هذا الشعب السوري لاظهر اسمه على الشاشه وليتحدث بكل حريه. ما يجري على الارض يا سيدتي الكريمه هو ان هناك اعيد واقول لك تنظيم ارهابي، والجيش هو. هل يمكن ان تعطينا اي توقيت يمكن ان تظهر هذه الوثائق وهذه الدلائل؟ ستظهر قريبا. ما ظهر دليل بسيط. ليس لدي، لست مسؤولا رسميا لأعطيكي، لكن لدينا كل المعلومات وسوف يحاسب كل الشعب السوري. على كل حال دكتور، على كل حال دكتور، نحن نتمنى أن نكون معك في وقت لاحق مع الوثائق والدلائل. لكن دكتور بسام أبو عبد الله الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. نشرتنا مشاهدينا مستمرة وفيها بعد الفاصل